حاجات جديدة كتيرة ومختلفة. وإيه كمان ها؟ بحب أقرأ وأتعلم عن البلاد والأماكن القريبة والبعيدة، وكمان أعرف أكتر عن الناس اللي عايشين فيها. وإيه اللي بتحبي تعرفي عنهم؟ بحب أعرف بيفكروا إزاي وبيعملوا إيه، وأتعلم كمان العادات المختلفة وأعرف إذا كان بتشبه عاداتنا ولا لأ. وبتحبي إيه كمان يا منى غير إنك تقري وتتعلمي حاجات كتيرة؟ دي أسئلة كويسة جدا يا خوخة. بحب ألعب مزيكا وبحب أسمع أغاني وغني كمان معاهم. الله، دي حاجة مسلية جدا. انت بتبقي مبسوطة يا منى وانت بتعملي كده؟ ها؟ جدا. طيب وانت يا خوخة قوليلي ايه أكتر حاجة بتحبي تعمليها؟ ما أنا عمالة أعمل الحاجة اللي بحب أعملها من بدري. بجد؟ أيوة، أكتر حاجة بحبها أسأل أسئلة، وأنا من الصبح عمالة أسأل أسئلة كتيرة. جينا اهو يا حضنتنا، معانا لعبنا وشنطتنا، افتحي بابك لينا. على عدد واحد اتنين نشط رجلينا وايدينا، حضنتنا يا حضنتنا، نطلع جريين فصلينا، نرتب شنطنا ودرجينا، ومدرستنا تحبينا. حضنتنا ترسم لنا عالم صبورة، واحنا كمان نرسم لنا صورة، كراسة لوحدينا او نقصقص رسومات، نعمل منها حكايات ونفرج بعضينا. بعد ايدينا ما نغسلها وناكل كل وجبتنا، ننضف مكاننا وحوالينا. حضنتنا نجري نلعب ونفرح، ومع اصحابنا نتمرجح ونشوف لبعضينا. بالالوان نرسم رسمه او حضنتنا يا حضنتنا، مدرستنا تحكي لنا قصة من الكتاب، أبو رسمة وهي قاعدة وسطينا، ومبسوطين بنروح واحنا ايدينا تتطوح أو شكت بعضينا. حضنتنا يا حضنتنا. Thank you.
اشرب عصير؟ طبعا يا حبيبتي، بس انا بعت فلفل يشتري لي حاجات اعمل بيها العصير. اول لما يجي هعمله لكم على طول. شكرا شكرا. خوخه، ايه رايك نسلي نفسنا ونلعب لعبه لحد ماما ما تعمل عصير؟ فكره حلوه يا منى. طب هنلعب ايه؟ نلعب لعبه الكلمات. ايوه انا بحب لعبه الكلمات قوي. هنلعب حرف ايه؟ حرف ايه؟ لقيتها. ايه رايك نلعب حرف الخاء؟ انا بحبه قوي. يلا نشوف هنلاقي كام كلمه بتبتدي بحرف الخاء. ايوه ممكن ابتدي انا. انا عارفه كلمه بتبتدي بحرف الخاء. خوخه. صح يا خوخه، خوخه بتبتدي بحرف الخاء. ودلوقتي الدور عليا. خشب بيبتدي بحرف الخاء. صح يا منى. ازيكم يا جماعه، بتعملوا ايه؟ احنا بنلعب لعبه حرف الخاء وبندور على الكلمات اللي بتبتدي بحرف الخاء. تحب تلعب معانا يا فلفل؟ ايوه طبعا هلعب معاكم، ده انا خبير في حرف الخاء، واكيد هلاقي كلمه بتبتدي بحرف الخاء. خ حرف الخاء. انا لقيت كلمه كمان، خاتم بيبتدي بحرف الخاء. صح يا خوخه، خاتم بيبتدي بحرف الخاء. ها يا فلفل، لقيت كلمه بتبتدي بحرف الخاء؟ ايوه قربت تيجي. انا عارفها بس مش قادره افتكرها. الله، انت جيت يا فلفل؟ جبت الخروب اللي طلبته منك عشان اعمل العصير؟ ايوه انا جبته اهو، اتفضل الخروب. خروب. ايوه كنا بنقول ايه بقى؟ عاوزين كلمه بتبتدي بحرف الخاء. خ حرف الخاء. خ حرف الخاء. ودلوقتي معادنا مع مغامرة جديدة من مغامرات القلم العجيب. يا ترى هيقدم ايه النهاردة؟ حرف الخاء. خ خشب. خب. خ خزنة. والآن مع لعبة الأرقام السحرية. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. Thank you.
هنقابل كل الناس في عالم سمسم وهنعرف منهم ايه اللي بيخليهم مبسوطين من نفسهم. يلا. ازيك يا نمنم؟ ممكن اسألك شوية اسئلة؟ ازيك يا خوخة؟ طبعا ممكن تسأليني. طيب ممكن تقول لنا ايه اللي بيخليك سعيد ومبسوط من نفسك؟ قصدك ايه يا خوخة؟ ايه اللي بيخليك مبسوط وحاسس انك بتعمل حاجة كويسة انت فرحان بيها؟ انا زرعت بذرة واخدت بالي منها وسقيتها واهي بصي كبرت وبقت وردة جميلة. ده اللي بيخليني مبسوط وسعيد باللي انا بعمله. دي حاجة جميلة جدا. نمنم مبسوط انه زرع وردة وفخور بيها وباللي هو عمله. تعالوا بينا نشوف حد تاني من عالم سمسم. يلا. ازيك يا منى؟ احنا بنعمل برنامج مع الناس اللي في عالم سمسم عن ايه اللي بيخليهم مبسوطين من اللي هم بيعملوه. تقدري تقولي لاصدقائنا اللي بيشوفونا ايه اللي بيبسطك اما بتعمليه؟ طبعا يا خوخة. انا اقدر اقولك اني بكون مبسوطة جدا لما اجيب نمرة كويسة في الامتحانات. انا من يومين جبت الشهادة بتاعتي وكان فيها نمر هايلة. انت عارفة انا طلعت الاولى على الفصل بتاعي. هايل هايل يا منى، اخبار جميلة. مبروك مبروك لمنى وليها الحق تكون فخورة بالنجاح في المدرسة. تعالوا نقابل حد تاني في عالم سمسم. يلا. الظاهر ان الناس اللي في عالم سمسم كلهم عندهم حاجة بيفتخروا بيها. بصوا كل الناس دي جاية تقول لنا هما بيفتخروا بايه. عم حسين حضرتك بتفتخر بايه؟ ايوة خوخة، انا النهاردة فخور جدا لان عملت كرسي جميل قوي. هيل هيل. وحضرتك يا خالة خيرية فخورة بايه؟ انا النهاردة ساعدت جارتي في عمل قميص لابنها، واللي مخليني فخورة ان ابنها فرح قوي بالقميص. جميل خالص. وانت يا كريم فخور بايه؟ انا مبسوط قوي عشان عرفت اصلح العجلة بتاعتي النهاردة لوحدي. حاجة بسيطة خالص. ومعانا كمان فلفل هيقول لنا هو فخور وفرحان بايه. انا مبسوط جدا جدا وفخور جدا جدا علشان عملت عمل يخدم كل اصدقائي واحبائي في عالم سمسم. صحيح يا فلفل. طب قول لنا انت عملت ايه. طبعا كلنا عارفين ماسورة المية اللي في الجنينة كانت بايظة وعامله لنا مشكلة. انا النهاردة وبكل فخر صلحتها. انت صلحت الماسورة يا فلفل؟ سمعتم سمعتم فلفل بيقولوا له صلح الماسورة في الجنينة. ده يا فلفل يلا بينا نجري قبل الميه ما تغرقنا. لا 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 في ايه؟ لا لا في ايه؟ في ايه؟ الله انتوا بتجروا ليه؟ ما تخافوش. الو الو ما تخافوش. في ايه؟ يا جماعه ما تخافوش. فين كل واحد باله من كل حاجه؟ مش الكرسي بتاعي حلو قوي؟ الكرسي بتاعي ده بتاعي انا. بتاعي؟ لا ده بتاعي. لا ده بتاعي. لا بتاعي. بتاعي. لو سمحتوا كفايه خناق. ممكن اقول لكم على حاجه؟ ليه ما يبقاش بتاعكم انتوا الاتنين؟ ما كنت فضلت قاعد ساكت احسن. ازيك يا نمنم؟ اهلا فلفل. ازيك؟ انت بتعمل ايه يا نمنم؟ بشم الوردة الجميلة دي، ريحتها حلوة قوي. تحب تشمها؟ ليه لا، ممكن اشمها. اتفضل. ايه ده، انا مش شم حاجة. فلفل فلفل بتقول ايه يا نمنم؟ انا مش سامعك. عشان حاطط الوردة جنب ودنك. كده احسن. ايوه كنت بتقول ايه؟ دي ودنك والواحد لازم يسمع بودنه، وانت بتحاول تشم الوردة مش تسمعها. طبعا طبعا انا عارف، انا عاوز اشم الوردة. برضو مش شايف حاجة، قصدي مش شم حاجة. فلفل
نمنم نمنم انت فين يا نمنم؟ انا هنا يا فلفل. ابعد الوردة عن عينيك. انت هنا؟ امال رحت فين؟ انت مش كنت عاوزني اشم الوردة بتاعتك؟ ايوه عايزك تشم الوردة بتاعتي، بس انت حطيت الوردة على عينيك والعين بنشوف بيها. ايوه طبعا طبعا العين بنشوف مش بتشم، انا عارف. طيب طيب انا هشم الوردة حالا. فلفل انت بتعمل ايه؟ فلفل انا مش فاهم منك ولا كلمة. شيل الوردة من على بقك. اه كده احسن، انا كنت بقول اني برضو مش شامم الوردة. عشان البق للكلام لازم تستعمل مناخيرك عشان تشم الوردة بيها. ايوه طبعا طبعا انا عارف ان الواحد بيشم بمناخيره، انا بس كنت عايز اجرب اشم الوردة بحاجة تانية غير مناخيري. ليه يا فلفل؟ لان كل مرة بشم فيها الوردة بمناخيري بعطس. Thank you.